أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حوار تبادل. اليوم سوف نتحدث عن موضوع ذا أهمية وهو أطفال ليبيا الذين ذاقوا مرارة الحرب. وفي هذا الصدد يسعدني أن أستضيف السيد بلقاسم قصودة مدير صندوق المستقبل لدعم ومساندة الأطفال الليبيين. أهلا بك سيد بلقاسم. مرحبا، أهلا وسهلا. أنا سعيد جدا باللقاء بكم عبر قناة تبادل الواعدة المتفائلة كتفائل. أهلا بك. أهلين أهلين بك أهلين بك. في البداية سيد بلقاسم، بشكل عام وكونك أحد المهتمين بشأن الطفل في ليبيا، حدثني عن المعاناة، كيف تشوفها في ليبيا اليوم خصوصا في شأن الأطفال؟ الحقيقة نحن الآن في مأزق حقيقي. الكارثة الفعلية بسبب هذا الوباء، وأيضا ما حدث لنا على تسلسل السنوات الماضية من عدم استقرار في هذه البلاد، سبب قلق كبير وفراغ في السقف الزمني اللي يقضوه الأطفال في بيوتهم وفي مدارسهم. فزد على ذلك العامل المادي الصعب جدا اللي يعيشه الأسرة الليبية بصفة عامة. الطفل الليبي هو الضحية. الطفل الليبي يجب أن نفكر من الآن، وكأننا نحن نغرس بستان وننتظر الثمار. الآن نحن نغرس البستان ونعبث بالبستان، إذا الثمار لن تكون لذيذة أو حتى موجودة بعض الأحيان. إذا علينا أن نفكر تفكير جيد ومنطقي بأن نبدأ في تأسيس عمل مؤسسات كبيرة على المستوى. تمام، وهذا اللي نبي نسألك عليه سيد بلقاسم، كونك أنت مدير صندوق المستقبل لدعم ومساندة الأطفال الليبيين، كلمنا على الصندوق هذا، شن هي أهم الأعمال اللي يقوم بها؟ والله الحقيقة احنا هذه مبادرة يعني شبه مؤسسات مجتمع مدني، نحاول نحن ناخذ بيد الطفل الليبي بصفة عامة كهدف استراتيجي، ان احنا نثقف الطفل الليبي من منظور متقدم، منظور حديث. نحن نحاول ناخذ بيد الطفل الليبي بصفة عامة من خلال برامج محددة، وقررنا ان احنا ناخذهم الى عالم متقدم. مش المقصود بها اللي هو يعني نقله من مستوى بسيط الى مستوى متقدم جدا، ولكن نحن نريد ان يدرك الطفل ان العالم المتقدم يعني هو مثلنا نحن، يعني هم بشر مثلنا. عندما تاخذ طفل لاوروبا يعني ترى تقول له شوف هذه دوله مثل يعني المبادره متمثله، يعني انكم تاخذوا في الاطفال الليبيين تمشوا بيهم لأوروبا. أوكي، يعني شن أهداف الرحلة والزيارة هذه، وكيف يتم اختيار الأطفال؟ أولا إحنا ننشد أن الأطفال يتم تحت الفرصة لهم لنظرة مستقبلية، أن الطفل عندما ينظر دولة متقدمة، بنية تحتية حديثة، نظم مواصلات، نظم متاحف، ونظم دور عرض سينما، ونظم مراكز ثقافية ومكتبة عمل. معناها نحن نعطي فرصة نقول له أيها الطفل، الحرب أو السلاح أو العنف لا يفيد ليبيا، لا يفيد مستقبلك. فنحن عن تجربة الأطفال الذين سافروا معنا في السابق، الآن هم يعني 99% منهم من الطلبة المتفوقين. حدثنا على تجارب الرحلات اللي قمت بها في السابق، وشن كان وقعها على الأطفال؟ احنا بالحقيقة احنا اخذنا النظام الكشاف اللي هو الاعتماد على النفس والمبادرة الذاتية والتطوعية. حاولنا اقناع اولياء الامور بانهم هم يسلمونا فلذات اكبادهم، فاخذناهم في رحلة اولى في 2013 الى اوروبا بناء على دعوة من حرم الرئيس البولندي انذاك. فكانت رحلة ممتعة جدا. فمثلا الاطفال عاشوا لحظات في متحف الحرب العالمية الأولى والثانية، فشافوا أن السلاح الآن لا ينفع. فهذه تجربة عندما تذهب بطفل إلى دولة أوروبية وتقول له انظر السلاح أين هو الآن، يجده في المتاحف. إذن يعرف أن السلاح لا قيمة له بقدر ما للعلم وللثقافة. أخذنا أطفال إلى ألمانيا، وأخذنا أطفال إلى النمسا، وأيضا إلى بولندا مرتين. والحقيقة هذه تجارب مفيدة جدا جدا، والأطفال الآن يعني في شوق لرحلة قادمة نخطط لها في السنة القادمة 2021، اللي هي إلى 9 دول أوروبية إن شاء الله.
تمام. المبادرة هذه أنا سألتك فيما سبق إن وأنت قلت لي إن يعني الأطفال جميع الأطفال اللي رفعناهم عندهم يعني نفسية أحسن ومتفوق أو يعني متفوقين، هل تسعون أن المبادرة هذه تكون أكثر توسع، يعني تكون رحلات مكثفة أكثر؟ تعرف أنت حالة الطفل ومعاناة الطفل هي معاناة عامة في ليبيا، وأطفال ليبيا عدد كبير، هل تسعوا لأنك توسعوا الرحلات هذه، يقوم الصندوق أيضا بتكثيف نشاطاته، يعني رحلات تكون أكثر من يعني الرحلات المعتمدة اللي تقام كل 3 سنين 4 سنين؟ الحقيقة هي المسألة تخضع و يعني تتوقف على بعض الظروف اللوجستية في ليبيا الآن، يعني تعرف شبه المؤسسات أو المؤسسات شبه متوقفة، مؤسسات دولة، وتعرف أن الدعم المادي له دور، ولكن نحن نعول على مساعدة بعض المؤسسات الشبيهة لنا في الاتحاد الأوروبي من خلال توفير مساعدة لوجستية فقط، وليس لهم علاقة بالضبط. لكن لو تقولي من هي المؤسسات اللي تساعد فيكم توا واللي قائمة على الموضوع هذا؟ الحقيقة نحن نسعى الآن إلى أسسنا مبادرة اللي هي نحن نشتغل من خلال مبادرة اللي تأسست في 21/6/2020 اللي هي الشبكة الليبية لحماية حقوق الطفل، وهذه الشبكة نحن نشتغل إن شاء الله من خلالها، وسنتمكن من انتزاع بعض الحقوق للطفل الليبي من خلال مؤسسات دولة، ونسعى أيضا لإيجاد في كل بلدية ليبية هيئة مستقلة لدعم الطفل الليبي، لدعم برامج الطفل الليبي، والتي من خلالها سيتم اعتماد برامج مستقبلية إن شاء الله. الحقيقة نحن في صدد وضع خطط منتظمة لانتزاع حقوق للطفل الليبي اللي محتاج أن نحن ناخذ بيده، لأنه هو اللي حيبني ليبيا مستقبل إن شاء الله. طيب شنو هي الصعوبات اللي تواجه العاملين في حقل الطفل اليوم من أجل يعني أنه لأخذ بيد الطفل لانتشاله من الظروف اللي يعاني فيها؟ والله الحقيقة نحن كل يعني مشكلة الدولة الليبية ولا المؤسسات الليبية ولا المجتمع الليبي بصفة عامة، أن احنا تعودنا على سياسة اللي هو أن كل شيء لازم تقوم به الدولة، وهذا شيء يعني غلط جدا. المبادرات ولا المحاولات اللي هي الآن لإنقاذ الطفولة لازم تدعم من بعض المؤسسات الدولة أو من الحكومة القائمة في ليبيا، ما نقدرش نقول لك حكومة شرقية ولا غربية، هذه لا يهمني، بقدر ما المسؤول الليبي يجب أنه يدعم كل مبادرة تنقذ أطفال ليبيا. أطفال ليبيا الآن يعانون من انقطاع التيار الكهربائي، أطفال ليبيا يعانون مثلا من عدم وجود البنزينة أو الوقود السيارات، أطفال ليبيا يعانون من الوباء الكورونا واللي هو خلاهم في قوقعة، أطفال ليبيا يعني الآن الشرع هو اللي يعطي في ثقافة للطفل الليبي، وهذا غلط، أو الاستعمالات الخاطئة لهذه صفحات التواصل الاجتماعي. نحن الآن بصدد الضغط أو التوجيه باستحداث مؤسسات في كل بلدية تسعى لخلق برامج سنوية للطفل الليبي، ونحن حنتعاون حتى مع مؤسسات دولية لإيجاد فرصة، إن لو ما استثمرناش في الطفل الليبي الآن نحن الآن كمن يعني يضيع. طيب شنو يحتاج الطفل الليبي اليوم؟ شنو هي الاحتياجات الضرورية للطفل الليبي اليوم؟ أو الطفل الليبي يحتاج إلى أسرة قوية، أسرة مرتاحة نفسيا وماديا، وهذا هو القلل الرئيسي. الأسرة الليبية الآن تعاني من أمور مادية أو أمور حياتية يومية صعبة. الآن الأسرة الليبية يجب أن المشرعين والمخططين لتأسيس دولة ليبية حديثة أن يحطوا بين أعينهم الأسرة الليبية يجب أن تكون سعيدة. الأستاذ الليبي أو المعلم الليبي يجب يكون مش محتاج لأي شيء، حتى هذا يرعالك أو هذه الفئة من 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 الشعب أو المعلمين بما سميهم لازم يكونوا سعداء في مدارسهم، حتى أنهم هم حيكون انعكاسهم على 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 برامج الطفولة أو البرامج أو المناهج برامج إيجابية. مدارسنا بصراحة كئيبة، مؤسساتنا كئيبة، كلها الآن انحصرت لأن العامل المادي هو اللي بغط على الأسرة الليبية، وإحنا الأسرة الليبية تعرف عددها كبير دائما، اللي ما عندها 3 أطفال عنده 7 أطفال، اللي ما عندها 7 أطفال عنده 9 أطفال، اللي ما عندها 9 أطفال عنده 4 أطفال. إذا نحن الآن لو ما نفكرش اللي هي نواة المجتمع الأسرة الليبية ودعمها دعم وخليها زي يعني ناخذ واحدة من نماذج دول متقدمة ونبدأ نشتغل حتى
بشكل مرحلي تدريجي، ولكن لا نستطيع أن ننقل المجتمع لسعادة والطفل اللي بيتعيد لأنه هو بيستمر مع في كآبة. إذن يجب نحن أن نفكر تفكير منطقي كمؤسسات دولة أو كمؤسسات مجتمع مدني مهتمة بالطفولة، أن نحن نسعى كيف نجد تشريع قوي يعطي للأسرة الليبية، هي الأسرة الليبية والمعلم الليبي بالذات والأمة الليبية دعم كبير حتى نخلق جيل قوي أطفال معتمدين على أنفسهم. تمام. طيب سيد بلقاسم، لو أعطيتك الكلمة اللي توجهها للمؤسسات المعنية للطفل، للدولة ولأولياء الأمور، ماذا تقول؟ أقول لهم أرجوكم لو سمحتوا أعطوا فرصة للطفل الليبي لإثبات إبداعاته وقدراته، أعطوا فرصة للمعلم الليبي للقيام بدوره في المدرسة، قيام دور تربوي تعليمي راقي، وإلا نحن سنكون في مهب الريح، لأننا العامل المادي الآن اللي في الشارع الليبي ضاغط هو مؤثر تأثير سلبي على الأسرة الليبية وعلى تطور الدولة الليبية مستقبلا. إذن مؤسساتنا ما لم تنظر إلى الأسرة الليبية والمدرس الليبي والمؤسسة التعليمية الليبية بعين الاعتبار ومنحها الدعم المناسب، إذن نحن هكذا نضيع الوقت ويستمر الوقت ونتمنى نتمنى نتمنى بدون نتيجة. تمام. كنت معي سيد مدير صندوق المستقبل لدعم ومساندة الأطفال الليبيين، مداخلة قيمة، وأكيد موضوع الأطفال هو موضوع مهم. شكرا لك لرحابة صدرك، شكرا لك لأنك كنت معنا في هذه الحلقة، على أمل النجاح في مسعاكم في انتشال الطفل الليبي من الواقع اللي هو فيه. طبعا حاولنا تسليط الضوء ولو قليلا على معاناة الطفل الليبي، على نشاطات صندوق المستقبل لدعم ومساندة الأطفال الليبيين. إلى أن نلتقي مشاهدينا الكرام في حلقة أخرى وحوار تبادل آخر، هذه تحية مني أنا خير الله إبراهيم، وإلى اللقاء.